صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة حبايب قلبي. أنا دلوقتي هعمل معاكوا عجينة السكر بكل سهولة. دلوقتي عجينة السكر أو العجينة اللي بنسين بيها الكيك، تمام؟ هنعملها دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وما تعمليش كمية كبيرة، هنعمل كمية صغيرة اللي أنت تحتاجيها، تمام؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتحطي جدر على النار فيه مية عشان تسخن، وجدر أصغر منه هتحطيه جواه. يعني احنا هنا حاطين الجدر فيه ميه عشان تسخن، وهحط الجدر ده فاضي من جواه. خلاص كده. مقادير اللي هحتاجها: معلقه كبيره عسل اسود، عسل ابيض، عسل نحل، والافضل منه جلوكوز. بس احنا ما عندناش هنا عسل جلوكوز اللي هو ده، فانا حطيت عسل ابيض، معلقه كبيره كده عسل ابيض، ورشه ملح عشان تعادل السكر بتاعها، وكيسين جيلاتين، تمام؟ كيسين جيلاتين، النوع ده ممتاز قوي. هاتوا النوع ده تحفة، بدون أي نكهات وجميل جدا، تمام؟ ماشي؟ يلا، وكيسين جيلاتين، وطبعا ألوان زي ما تحبي، بس رشة فانيليا والسكر مطحون. أنا مبدئيا هنا طحنة كوبايتين سكر معايا. السكر بقى احتاجنا زيادة هنحط، هنجيب، ما احتاجناش او احتاجنا اقل هنوقف، على حسب ما العجينه تتلم في ايدينا، تمام كده. يلا، هنا الجدر بتاعنا هنحط فيه الجيلاتين، وهنحط على الجيلاتين معلقه ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم. الجيلاتين هنا في الحله اللي احنا حطيناها فاضيه، اللي هو الجدر الاصغر من الجدر الثاني، وعليهم رشه ملح، وعليهم حوالي كده ربع كوباية أو أقل مية. بسم الله، ما تكتريش المية عشان ما تفتحش منك، تمام كده. وهنسيبهم، هغطيها علشان البخار يسيح الجيلاتين خالص على مهلها، تمام كده. بعد ما هتفك، خلينا نحط العسل معاها، هنزل معاها معلقة العسل، واروح افتح الباب. معلقة العسل اهي، وهغطيها وهنشوف هتعمل ايه. حلو خالص، تماما، واندمجوا مع بعض، تمام كده. انا عايزه اقرب عشان اوريكم. بسم الله، يا رب التليفون ما يقع. سائل خالص اهو، بقى سائل خالص كده، ومندمجين العسل مع كله مع بعض. هنا بقى في المرحله دي بقى كده هحط الايه، هحط الفانيليا. دلوقتي هبدا احط بقى ايه، خلاص السكر بتاعي بالتدريج، ونقلب وقلب. بسم الله، وطي بقى ناري خلاص. وبس كده هنبدأ بقى نحط السكر بالتدريج، شوية شوية ونقلب، شوية شوية ونقلب. شايفين شكلها بتمط معايا ازاي؟ وكل شوية نحط سكر لغاية ما نحس انها بقت عجينة متماسكة نقدر نشكلها. هنوقف ساعتها ان احنا نضيف اي سكر او اي شيء. دلوقتي بقى حبايبي رفعناها من على النار، خلاص مش هنحتاج النار، بس خلوا بقى عشان بتاعها سخنه اهي. شايفين؟ عايزه اخفف الاضاءه. لو عايزه تحطي اي لون وهي لسه سايحه معاكي على النار، حطي لون. كل ما تحتاج سكر حطي. برضو في الدعكة انا شلت الحلة من النار علشان اقدر اني ايه امسك العجينة واعملها، وهقلع برضو الجلافز عشان اعرف اشكل براحتي، تمام. وادعكيها، ادعكيها كويس جدا لغاية بتبقى معاكي عجينة زي عجينة البيتزا او اي عجينة خالص، سهلة جدا. بس السكر زي ما انتم شايفين اتبقى مننا، مش هنحتاج الكوبايتين كلهم. اذا احتاجت معاكي بتحطي، ما احتاجتش لقيتيها عجينة اوكي، خلاص بتوقف انك تضيفي سكر. اهي كده بقت تمام جدا، ما شاء الله عليها، تحفه. هندهنها بالزيت واحطها بعلبه واغطيها وتحطيها بالتلاجة. وقت ما تعوزي تستعمليها خلال اسبوعين فقط. كل ما تحتاجي تستعمليها. ودلوقتي هنحتاج بقى ان احنا ايه، نعمل اشكال مع بعض، ماشي؟ عشان ايه الكيكه. حابه تفرديها خالص وتحطيها وتغطي بيها الكيكه بتاعتك، اعملي كده. حابه تعملي زي ما انا هعمل معاكم، يعني هنعمل دلوقتي اشكال، تمام. هنفرد
بس هاخد جزء منها، مش عايزه كتير كده. تمام، هاخد الجزء ده واحطه هنا في نقطه زيت عشان اطليها شويه، وهحط عليها نقطه صغنونه لون اخضر. يو حطيت كتير كالعاده يعني، وهبدا ان انا ايه اخلط الاخضر فيها خالص. تمام، انا ليه ما حطيتهوش في وهو على سخن على النار؟ علشان انا هعمل يعني عايز اعمل احمر وخلي ابيض وكده، فمش هينفعني ان انا ايه اني انا احط اللون كله عليها. لو انتوا هتعملوها لون واحد حطوا لون واحد. تمام، اهي كده انا خلطت اللون الاخضر اللي انا هحتاجه خلاص. اهي هخليها هنا جنبي، سوري، هدهنا بالزيت تاني، ندهنها بالزيت ونخليها ياخد حته اعملها لون احمر عشان عايزه اعمل ورده كده حلوه وقلوب للورده كده. هاخد حته بقى حلوه عشان انا هعمل ايه كذا حاجه بالاحمر، وبرده اطريها شويه كده واحط لها نقطه زيت عشان تساعدني. ودلوقتي حطينا اللون الاحمر زي الاخضر بالظبط، وهنفضل ندعك فيها لغايه ما اللون يبقى تمام والدرجه اللي احنا عاوزينها بالنسبه للاحمر، سواء فاتح او غامق زي ما تحبي. وبرده هدعكها واخليها جنبها ونبدا نشكل. عايزه بقى تحطي لون ازرق، لون اخضر، لون برتقالي، اللون اللي انت عاوزه تعمليه في القطع بتاعتك على حسب الشكل اللي انت هتعمليه. انا الشكل اللي انا هحتاجه شكل ورده وفروع، عشان كده عملت اللون الاحمر والاخضر. دلوقتي هنحط دي كده، نفرد الاول دي الخضره صغنونه، هنفردها خالص بالبتاع ديت. تمام، افرديها كده، عذرا على منظر الالوان الايدي الفظيعه دي. لقيتوها يابسه معاكوا حطوا زيت، وحاولوا ما تخلوهاش في الثلاجه اكتر من اسبوعين الافضل يعني. انا عايزاها رفيعه قوي عشان هعمل فروع شجر. دلوقتي هنعمل بقى فروع الشجر ازاي. هاتي معلقه كده يكون ليها بوس كده، وهاتي البتاع ديت على الطرف خالص كده، ومن هنا لو ما عندكيش فورمات، انا بتكلم عشان اللي ما عندهمش فورمات اهي، وهنطلع احلى فروع شجر في ثواني، اعلى فروع للورده في ثواني. كده خلي دي جنبك عشان نكملها. ناخد نعمل الفرع بتاعنا مظبوط اهيت، هتروح جايين من النص هنا بالسكينه ونعمل لها كده، ونعمل كده الحركات اللي هي بقى دي. النهارده الباب مضايقني كل شويه يخبط. عملنا احلى فرع ولا لا؟ ايه رايكم؟ شايفين؟ يلا هكمل انا كل دي كده فروع شجر. شوفوا حبايبي، انا لما دلوقتي كده اشتغل بيها لقيتها ناشفه او نشفت عشان حطاها هنا في الهواء، فدخلتها الثلاجه، سوري دخلتها في الميكرويف دقيقه واحده عشان تفك كده معايا واقدر ان انا ايه اشكلها. هحط على ايدي عليها نقطه دهن، نقطه زيت. تمام، وهفردها معاكم عادي. انا بس حبيت اقول لكم النقطه دي عشان خاطر لو حد نشفت منه ما يقلقش خالص، هيدخلها بوسه ترجع تطلع معاكم تاني وتشتغلوا بيها خالص. يلا هفردها بقى زي الخضرة وارجع لكم عشان الوقت. دلوقتي انا كده فردتها خالص. تمام، خليها ايه رفيعه لو هتعمليها طبعا ورده. تمام كده هي رفيعه. عايزه مثلا حجم ايه؟ عايزه ورد صغير اعمليها ورد صغير، عايزه ورد كبير هنعملها ورد كبير. انا هعمل واحده كبيره وهعمل برضو صغير معاكم عشان اوريكم كله. فانا مبدئيا عايزه دي كده حجم ده كده، عيون تعملي منها
بطه، تعملي اشكال كتير قوي يعني على حسب ما المناسبه بتاعتك تعملي بيها. انا بما اني عايز اعمل حاجه لامي فاعملها لها ايه شكل مناسب كده. بقى عندي دايره دي، شايفين شكلها جميل ازاي؟ يلا هنعملها ورده. هنعملها ورده ازاي؟ كده بسم الله، كده كده كده، ونفتحها اربعه او ثمانيه لو عايزينها ورده تكون ملفوفه كتير، كده كده، ونخلي الدايره من النص اهي. شايفين بقت معانا عامله ازاي؟ اهي كده. تبداي بقى انك تلفي عليها بقى كده، تبداي تضغطي من هنا كده وتلفي كده. وايه وتمسكيها كده من هنا تلفوها على بعض زي ما انتوا شايفين كده، ايوه لغايه ما اتقفلت خالص ورده، وتحطوها وتكملوا بقى بالحركات اللي انتوا عاوزينها كيفكم بقى. انا بس حبيت اديكم الفكره، وانتوا حبايب قلبي اعملوا الاشكال اللي انتوا عاوزينها. هعمل معاكم برده ورده صغيره هوريكم ازاي نعملها على طريقه سالي فؤاد، اللي هي الورد ان احنا نقطع 5 وردات او 6 وردات، وبعدين نلزقهم جنب بعض ونلفهم رول زي ما هتشوفوا حالا هنعملها ازاي. نمسك بقى كده نقفلها. شكرا كده، واضغطي عليها قوي عشان ما تفتحش معاكي، لان دي ما ضغطتش عليها فتضغط كويس اهي كده. شايفين عملناها عمود كده، دي على طريقه سالي فؤاد كنت انا متعلمها منها. الوردة دي كده على طريقة سالي فؤاد، يلا اقفلي قوي بقى ضيقيها كده. شايفين طلعت طريقة تحفة وجميلة جدا، طريقة سالي فؤاد بصراحة. ومن هنا بقى نعمل كده عشان تقعد ايه تبقى قاعدة اهي كده. شايفين شكلها؟ يلا بقى شكل وردتي عاملة ازاي. يا رب تكون عجباكم، وتبداوا بقى تفتحي بقى ده كده في الاخر. ايه رايكم يا حبايبي؟ وهنا هنحط الفروع الخضراء بس، كله بقى ايه لما نيجي نرص الكيكه بتاعتنا. بس انا حابه اوريكم شكلها، شايفين؟ بس كده انا حبيت اوريكم طريقه الايه عجينه السكر بكل سهوله وايه وبكل بساطه عشان تعملوا احلى تورت واحلى كيك في الدنيا لاولادكم. يا رب تكون عجبتكم الحلقه وتكون خفيفة وسهلة عليكم ان شاء الله. وما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير، ولا بقى